السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد تجربتين عملي. هنبتدي بالأوزماتيك فراجيليتي تيست. الأوزماتيك فراجيليتي تيست بيعتمد على قدرة الممبرين بتاع الار بي سيز على مقاومة الأوزماتيك بريشر، فممكن نقول عليها كمان أوزماتيك ريزيستنس اوف اريثروسايتس. لو بصينا في الصورة هنا هنلاقي إن في ثلاث دايجرامات، كل واحد فيهم بيوريني وضع الـ RBCs لما تتحط في محلول بتركيز أوزمولاريتي مختلف. فمثلا عندي هنا في الأنبوبة الأولانية الـ RBCs محطوطة في isotonic solution، فهنشوف إن دخول وخروج المية هيكون متساوي، اللي بيدخل قد اللي بيخرج، لأن مفيش حاجة فيها أوزمولاريتي أعلى من التانية بحيث إنها تسحب مية، بالتالي حجم الـ RBCs هيفضل زي ما هو. لو شفنا هنا لما احط الار بي سيز في هايبوتونيك سولوشن هلاقي ان اتجاه سحب الميه لجوه الار بي سيز هيكون اعلى، لان الهايبوتونيك سولوشن معناه ان الميه فيه اكتر، فبالتالي بالاوزموزس الميه هتتحرك من الميه الكتير اللي هي الهايبوتونيك للميه الاقل اللي هي جوه الار بي سيز. تمام، احنا طبعا عارفين ان كلمة ايزوتونيك معناها انه نفس الاوزمولاريتي بتاعت اللي جوه الار بي سيز، هنا هايبوتونيك يعني اقل في الاوزمولاريتي، فكونه اقل في الاوزمولاريتي يبقى اكتر في المية، فالمية هتبتدي تدخل لجوه، لان طبعا الممبرين بتاع الار بي سي ده سيل ممبرين مش هيكون بيرميبل للايونز، فهتدخل المية جوه الار بي سيز والار بي سيز هتتنفخ. طب لو حطيتها في هايبرتونيك سولوشن هيحصل العكس، هتبتدي المية تخرج لبره. تمام، لان كده هتبقى التونيسيتي او الاوزمولاريتي بتاعت المحلول اعلى من اللي جوه الار بي سيز، فمعناه ان الميه بره قليله، فالميه هتبتدي تخرج من جوه لبره. تمام، فهيحصل شرينكج. يبقى انا لو حطيتها في ايزوتونيك هيحصل نو تشينج في الشيب والسايز، لو حطيتها في هايبوتونيك هيحصل لها سويلنج، لو حطيتها في هايبرتونيك هيحصل لها شرينكج. طب هل انا شايفه الار بي سيز اصلا بعيني؟ لا طبعا، الكلام ده بيحصل بس بيحصل مش على مستوى نظرنا خالص، دي حاجه بتحصل مستخبيه. طب ايه اللي ممكن اشوفه؟ الحاجه اللي ممكن اشوفها لو في حاله السويلنج دي فضلت تتنفخ لغايه ما فرقعت، فلو الار بي سيز اتنفخت قوي ابتدت تفرقع هيطلع الهيموجلوبين براها، فهيبتدي المحلول اللي بره ده يبقى مسبوغ بلون الهيموجلوبين. طب هو قبل ما يتصبغ بلون الهيموجلوبين كانت الار بي سيز موجوده فين؟ كانت واخده الهيموجلوبين جواها وراقده تحت. تمام، فده كده المفروض هيبقى الاختلاف اللي انا معتمد عليه في التفسير بتاع التست بتاعي، وفي ان انا افهم ايه اللي ممكن يكون حصل للار بي سيز. ده مثال للايزوتونيك سولوشن التركيز بتاعه ثابت طبعا، اللي هو 0.9% صوديوم كلورايد. لو بصينا هنا تاني نفس اللي احنا قلناه بس بشكل يعني دايجراماتيكلي اوضح شوية، في الايزوتونيك ميديم محتفظة بشكلها هو الباي كونكيف، في الهايبرتونيك كشت لان المية خرجت منها فابتدت تكرمش بالمنظر ده، في الهايبوتونيك سولوشن اتنفخت وبقت زي الكورة. ده منظر الانابيب اللي بنعمل فيها الاوزموتيك ريزيستنس او الاوزموتيك فراجيليتي تيست. بتبقى مجموعة انابيب كده فراك، وكل انبوبه محطوط فيها محلول، المفروض ما يبقاش لونه كده في الاول، يعني هو لونه ده معناه ان الار بي سي اتكسرت فيه، لكن في بدايه التست المفروض ان المحلول بيكون لونه سلاين شفاف ايا كان بقى تركيزه. طب والتركيزات بنعرفها فين؟ المفروض بنبقى كاتبين او لازقين على كل انبوبه التركيز بتاعها وبنمشيهم بالتدريج، يعني مش بحط رقم بعدين رقم اعلى وبعدين رقم اقل، لا بمشي بالتدريج. فببتدي بايزوتونيك سولوشن مثلا 0.9% صوديوم كلورايد، المفروض اللي بعديه يكون اقل منه 0.8 مثلا 0.7 0.6 0.5 وهكذا في الانابيب بتاعتي لغايه ما اوصل لميه مقطره اللي هي 0% صوديوم كلورايد. تمام، بتبقى ديستلد ووتر. كل دول الكميه اللي فيهم المفروض تبقى واحده نفس كميه المحلول اللي محطوط، فرق في التركيزات بس، يعني انا بحضر بره في كونتينر مثلا 0.9% صوديوم كلورايد وبحطه. تمام، في اللي بعديها بحضر 0.7% صوديوم كلورايد وباخد منه نفس الكميه اللي انا حطيتها هنا وهكذا. طب وبعدين بحط من البلد فوليوم معين ثابت برضو وبحطه في الانبوبه من تحت خالص. تمام كده، يبقى انا عندي البلاط تحت وفوقيه المحلول، البلاط تحت وفوقيه المحلول. طب امتى المحلول هيلون بالمنظر ده؟ لو الار بي سيز اتكسرت فبقى المحلول مسبوغ بالهيموجلوبين، لان البروتين هيبتدي يدوب في الميه ويصبغ لي المحلول كله.
تمام. لو مفيش اي هيموليسيس حاصل، يعني لو مفيش حاجه اتكسرت في الار بي سيز، المفروض انه هشوف الراس بتاعت احمر وهشوف المحلول من فوق لونه شفاف. لو حصل ان الار بي سي شويه اتكسروا وشويه فضلوا سلام، هلاقي ان في راسب برضو تحت احمر، اللي هو الاحمر الغامق دم يعني، وفوقيه المحلول متلون اللون ده او افتح منه شويه. لو اتكسرت كلها هلاقيه كله اتصبغ ومفيش اي حاجه مرسبه تحت، تمام. فدول الثلاث اشكال بتوع الانابيب اللي انا ممكن اشوفهم في الراك بتاعي حسب التركيزات المختلفه. يبقى الراك هيبقى فيه تركيزات مكتوبه وفي منظر انا هشوفه. المنظر اللي بيبقى فيه راسب تحت وفوقيه سلاين شفاف ده بسميه نو هيموليسيز ان ذا تيوب. طب التيوب دي تركيزها كام؟ انت اللي كاتب، تمام. ممكن اشوف نو هيموليسيز ان ذا تيوب بتاعت الايزوتونيك، ممكن اشوف برضو نو هيموليسيز بتاع التركيز اللي بعديها وهكذا، تمام. طيب لو لقيت ان في شويه مرسبين وبرضو في صبغه حمراء، ده معناه بارشال هيموليسيز، ان في شويه ار بي سي اتكسروا وشويه لا، فده بسميه بارشال هيموليسيز. طب ده بيحصل في تركيز كام؟ انت اللي كاتب برضو، وهنشوف لما يحصل امتى يبقى نورمال وامتى يبقى بنورمال. طيب الانبوبه اللي بتبقى كلها بقى مصبوغه ومفيش حاجه خالص مترسبه تحت، دي بقول عليها كومبليت هيموليسيس، وده برضو بيحصل عند تركيز هايبوتونيسيتي معين. لان كل ما يقل تركيز المحلول او التونيسيتي بتاعت المحلول، كل ما كان بيدخل ميه اكتر للار بي سيز، فهي حسب قوه تحملها. اللي بيحصل في التست ده ان انا حسب تركيزات الانابيب اللي عندي، المفروض العينه الطبيعيه يحصل فيها هيموليسيز عند تركيز 0.5 صوديوم كلورايد سولوشن. طب عند 0.9 كان الوضع ايه؟ المفروض مفيش خالص، مفيش هيموليسيز خالص، لان اساسا دخول وخروج المحلول زي ما اتفقنا في الايزوتونيك هيكون الميه ما بتدخلش زياده ولا بتخرج زياده، فبالتالي الار بي سيز ما اتنفختش اصلا، تمام. يبقى عند 0.9 المفروض يبقى شكل الانبوبه نو هيموليسيس، راسب احمر تحت والمحلول لونه ابيض. لو الانبوبه بتاعتي حصل فيها او سوري في الانبوبه اللي بعديها بقى اللي هي 0.7 تمام او 0.8، المفروض الاقي نفس المنظر. طب ازاي بقى نفس المنظر؟ مش قلنا الار بي سي سوالن؟ ايوه الار بي سي سوالن، بس مش للدرجه اللي تخليها تفرقع، تمام، لان فرق التركيز مش عالي قوي، فدخول الميه مش هيبقى كتير قوي. لو جينا عند البوينت 7 نفس القصه، بوينت 6 نفس القصه، عند بوينت 5 المفروض ان هتبتدي الار بي سيز ممبرين يبقى تنس قوي، مشدود قوي، فتبتدي بعض الايه الار بي سيز تفرقع، فيحصل بارشال هيموليسيس. فبنقول ان الهيموليسيس ستارت ات بوينت 5 صوديوم كلورايد، بالتالي اكيد بوينت 4 هتبقى برده بارشال، بوينت 3 بقى ممكن يحصل عندها كومبليت هيموليسيس، الاقي الار بي سيز كلها اتكسرت. طب هي ليه ابتدت تتكسر عند تركيز واتكسرت تماما عند تركيز؟ يعني ليه ما اتكسرتش كلها عند البوينت 5؟ ده لان عينه الدم اللي انا واخداها من العيان عباره عن ميكس من الار بي سيز ايجز، يعني اعمارها مختلفه. في ار بي سيز فريش طالعه النهارده، طالعه امبارح، في ار بي سيز بقى لها اسبوع، في بقى لها شهر، في بقى لها 3 شهور، في خلاص بقى لها 4 شهور الا كام يوم، يعني خلاص قربت تتكسر. بالتالي اعمار الار بي سيز المختلفه دي بتخلي الممبرين بتاعها مش بنفس المرونه. فالار بي سيز اللي هي اليونج ايجد ار بي سيز بيبقى الممبرين بتاعها لسه فليكسيبل، فيعني لسه في نوع من المرونه، فبيستحمل النفخه الجامده بتاعه ال 0.5% صوديوم كلورايد، وبالتالي هم دول اللي هيمثلوا الجزء اللي مترسب تحت في الانبوبه. لكن الجزء اللي اتكسر هتبقى الاولد ايجد ار بي سيز. عند بوينت 3 بقى لقوا ان مفيش ار بي سيز خالص بتستحمل، لا الايه الاولد ولا اليونج ايجد ار بي سيز، كله هيتكسر عند بوينت 3. يبقى نورمالي انا لما اشوف العينه بتركيزات الانابيب ال 0.9 و 7 و 8 ما فيهمش هيموليسيس، و 0.5 ابتدى فيها الهيموليسيس، و 0.3 اكتمل فيها الهيموليسيس، يبقى دي عينه نورمال، تمام. ما حدش يقول مثلا او ما حدش يفتكر ان انا لما الاقي هيموليسيس يبقى العينه ابنورمال، لا، هو العينه على حسب الهيموليسيس ده ابتدى في انهي تركيز، تمام. طيب ايه بقى اللي ابنورمال؟ لما يقل الاوزموتيك ريزيستنس بتاعت الار بي سيز وتبتدي تتكسر عند تركيزات يعني اعلى من كده، تمام. فبنقول ان في مرض الهيرديتري سفيروسايتوزس اللي بتكون الار بي سيز بتاعت العيان اساسا منفوخه اوريدي وعامله سفيرز كده، عامله كور، والممبرين بتاعها ناشف شويه، الهيموليسيس هتبتدي عند 0.7% صوديوم كلورايد، وهتبقى كومبليت عند 0.5% صوديوم كلورايد، تمام. يبقى هشوف برضو نفس المناظر اللي شفتها في النورمال، بس مع اختلاف تركيزات المحلول، تمام. عند 0.7 هيبقى ستارت هيموليسيس، ما استحملتش عند 0.7،
وعند 0.5 هيحصل كومبليت هيموليسيس للار بي سيز. تمام، السيجنيفيكانس بتاعت التيست ده اللي احنا بنقول عليه اوزموتيك فراجيليتي او اوزموتيك ريزيستنس تيست اوف ار بي سيز، انه بيستخدم تو دايجنوز الامراض اللي زي الهيريديتري سفيروسايتوزس اللي بيكون الممبرين اوف ذا ار بي سيز از فراجايل. اشهرهم طبعا المرض ده، في كمان برضو انيميا الفول او اللي هو الجي 6 بي دي ديفيشنسي، بيكون برضو الاوزموتيك ريزيستنس بتاعت الار بي سيز قليله شويه، فبرضو ممكن الهيموليسيس تبتدي عند 0.7 0.65 وتكمبليت عند 0.5 او 0.45، المهم انها مش هتوصل للتركيزات النورمال دي من غير ما تتكسر. تمام، ده كده الايه الاهميه بتاعه الاوزموتيك فراجيليتي تيست. نبدا مع بعض بالاي اس ار. اي اس ار ده اختصار اريتروسايت سيدمنتيشن ريت، التحليل المتعرف عليه باسم سرعة الترسيب. طيب ايه هو الديفينيشن بتاع الـ ESR؟ وطبعا الديفينيشن ده احنا المفروض خدناه في النظري في محاضرة الـ RBCs، بس هنراجع بسرعة مع بعض قبل ما نتكلم في الـ procedure والتكنيك وكده. It's the rate of sedimentation of RBCs، معدل ترسيب الـ RBCs in anticoagulated blood، عشان تترسب ما تبقاش اتجلطت، تبقى ترسبت، فلازم يكون البلد بتاعي anticoagulated kept in a vertical narrow tube for أو in a period of one hour. تمام، هي فعلا بتتقري بعد اول ساعة وبتتقري تاني بعد تاني ساعة. اوكي، يبقى definition بتاعها هي من اسمها، اسمها erythrocyte sedimentation rate، فهتبقى the rate of sedimentation of erythrocytes، ده اللي هو الايه definition من العنوان. بس عشان اوضح ايه المقصود هقول ايه بقى، ان هو in anticoagulated blood kept in a vertical narrow tube. وعلى فكرة الجزء ده من الديفينيشن مهم قوي، لانه كلمة erythrocyte sedimentation rate كده وخلاص مش باين بقى السيدمنتيشن ده بيحصل فين، يعني sedimentation بيحصل في جسمنا مثلا ولا sedimentation فين. فلما اقول ان هو in anticoagulated blood kept in a vertical narrow tube كده باينت بقى ان انا بشوف سرعة الترسيب بتاعة الـ RBCs لما اطلعها بره الجسم واسيبها في vertical narrow tube in a period of one hour. خلاص، ايه اللي بيحصل بقى لما نعمل كده؟ بيحصل ان الـ RBCs تبتدي تعمل sedimentation، يعني تترسب to the bottom of the tube، تتحرك من فوق لتحت، تبتدي تهدى كده وتنزل لتحت leaving a layer of clear plasma above it. تمام، يبقى هتسيب فوقيها ايه الـ clear plasma بتاعتنا، وكأن العينة بتاعتي فصلت، احنا بنسميها فصلت. اوكي، الـ RBCs نزلت تحت وسابت بلازما فوقيها. تمام، the RBCs sediment because their density is larger than that of the plasma. ده سبب ترسب اي حاجة suspended في fluid. الحاجة اللي كثافتها اتقل هتترسب وتنزل، لو حاجة كثافتها بنفس كثافة الفلويد هتفضل عايمة في وسطه، لو كثافتها أقل المفروض هتطلع. فاللي بيخلي الـ RBCs ترسب أساسا إن هي الدنسي بتاعتها أكبر من بتاعة البلازما. تمام، فلما بيبقى فيه استقرار يسمح بالترسيب دون بيحصل. تمام، زي ما قلنا في النظري وبرضو بفكركم تاني بالمعلومة دي، انه الـ RBCs في جسمنا ما بتعملش الحركات بتاعت السيدمنتيشن والكلام ده كله، لان هي بالظبط عاملة زي ازازة الدواء المعلق اللي انت قاعد ترجها، الدم بيسيركوليت كأنه بيترج، فكده مفيش فرصة للايه للترسب. طيب في الانبوبة بقى بيتم الترسب ليه؟ This is particularly so when there is an alteration in the distribution of negative charge on the surface of RBC. يبقى هي مربط الفرس هنا، انه يكون في تغيير في الديستريبيوشن بتاع النيجاتيف تشارج، لان الحقيقه ان انا حتى لو ما برجهاش وكان عندها سيميلر تشارجز هتتنافر الشحنات لما تكون زي بعض، بيحصل ما بينها ريبولشن، فده هيخليهم يبقوا separate from each other normally. تمام، اذا زي ما قلنا كده مربط الفرس فين؟ الايه النيجاتيف تشارجز بتاعه الار بي سيز، انها
يعني ما تبقاش بنفس توزيعتها او بنفس وجودها، تمام؟ فده يخليهم يقدروا يتجمعوا مع بعض ويعملوا large aggregates اللي هم اسمهم ايه؟ رولو. خلاص كده؟ اللي فيكم مش فاكر القصة بتاعت النيجاتيف شارج، احنا قلنا انه في الـ composition بتاع السيل ممبرين بتاع الـ RBCs charged molecules، وهي دي اللي مخلياها تبقى similarly charged وهي في جسمنا فتعمل ايه؟ repulsion. خلاص؟ لما بقى نسيبها في الـ column زي ما شوفنا كده او في الديفينيشن يعني زي ما اتقال لمدة ساعة، بتبتدي ايه يحصل؟ elimination للتشارج دي، خلاص تتشال، تمام كده؟ طيب determination of ESR بيتعمل بالطريقة اللي احنا بنسميها Westergrand method، لان هو العالم ده هو اللي عملها والتيوب على اسمه، اسمها Westergrand tube. اذا المتطلبات بتاعتي او التولز اللي انا محتاجاها، محتاجة Westergrand tube، ودي بتبقى عبارة عن انبوبة graduated من 0 ل 200 مليمتر، ساعات ما تبقاش مكتوب عليها 200 مليمتر، بيبقى مكتوب 20 سنتيمتر، هي from above downwards، يعني الصفر بتاعي فوق، الصفر فوق ومترقمة لتحت. ليه؟ لان انا هشوف مستوى نزول الـ RBCs، نزلت مسافة قد ايه، كانت فوق ونزلت سنتي، يبقى المفروض الزيرو بتاعي يكون فوق عشان اعرف اقيس مسافة النزول. خلاص؟ تاني حاجة بحتاجها اللي هو الستاند فور Westergrand tube، الستاند المعدن دون، تمام؟ تالت حاجة تايمر اور واتش، خلاص عشان احدد الوقت بتاعي، لانها بتتقاس زي ما قلنا كده per first hour و second hour. البروسيدور بتاعتنا بقى، خطوات التجربة عبارة عن ايه؟ انا هسحب عينة دم من البيشنت اللي انا هعمله تحليل. العينة اللي انا محتاجاها 2 ملي، خلاص 2 ملي of venous blood، احنا بنسحب دم من الوريد، هخلطهم على، هحطهم في التيوب بتاعي، هخلطهم على 0.5 ملي من الصوديوم سيتريت، يبقى انا كده حاطه 2 لنص اللي هي نفسها 4 لواحد، ادي النسبه اهي بلاد سيتريت ريشيو 4 لواحد، تمام. مهم هنا كمان ان احنا نعرف تركيز الصوديوم سيتريت بتاعنا، تركيزه 3.8%، تركيزه 3.8%، خلاص. يبقى الماده بتاعتي اللي انا هعمل بيها الانتي كواجيليشن هي 3.8% صوديوم سيتريت، تمام. هحط منها بقى، انا عندي يعني بطل ولا حاجه فيها الصوديوم سيتريت 3.8% ده، هسحب منه نص ملي، خلاص اخلطه على 2 ملي لتر فينوس بلود، خلاص. يبقى انا كده حضرت العينه بتاعتي اللي هي بلود لسيتريت بريشيو 4 لواحد، وتركيز السيتريت كده، اوكي. مهم قوي نعرف نوع الانتي كواجولانت اللي احنا بنستخدمه، 3.8% صوديوم سيتريت، ولا هيبارين ولا اوكزاليت ولا الكلام ده، خلاص. طيب الخطوه الثانيه بقى، انا حضرت العينه، هبتدي بقى املى بيها الويستر جراند تيوب، انا خلطاهم في انبوبه عاديه، تمام. هبتدي بقى املى بيهم الايه، الويستر جراند تيوب بتاعتي، خلاص. يبقى هنملى الويستر جراند تيوب ويز بلاد سيتريت ميكستشر بالشفط، هي بتتعمل بقوة الشفط. في حاجات احدث دلوقتي شوية فيها يعني طريقة كده، ان احنا لما بنحط التيوب في اللي هي الويستر جراند تيوب في انبوبة صغنطوطة كده ضيقة بلاستيك فيها العينة، ده بيخلي البلاد يطلع لوحده في التيوب بتاعت ويستر جراند، تمام. بس الطريقه القديمه او اللي هي الستاندرد بتاعتنا او الكلاسيك يعني، هي بالشفط، بشفط زي ما بشفط بالبيبات. طبعا انا بشفط وانا عينيا على علامه الزيرو، احنا اتفقنا ان ويستر جراند تيوب متقسمه من فوق لتحت، الزيرو بتاعها فوق، فانا هسحب عينه لغايه ما اوصل للزيرو، فبعمل السكلينج السكلينج بتاعي لغايه ما اوصل لايه، لعلامه الزيرو. يبقى بسحب وعيني على التدريج بتاع التيوب، خلاص، عشان البلاد كولم ما يعديش مني فوق الزيرو وما اسحبش وانا متردد قوي ما اوصلش للزيرو، فلازم ابقى بص على التيوب علشان اوصل للزيرو واقف، خلاص.
transfer it to Western Grand Stand. خلاص اتملت الأنبوبة بتاعتي، بنقفلها من فوق ونبتدي نحطها في الستاند بتاعي. بقفلها من فوق بإيدي، طبعا أنا لابسة جلافز أكيد، وبعدين هحطها على الستاند بتاعي. بتتحط ازاي على الستاند؟ خدوا بالكم ان هي اساسا قلنا هي شبه البيبات، مفتوحه من فوق ومن تحت، تمام؟ فعلشان احطها على الستاند، انا لو شلت صباعي من فوق وهي من تحت لسه مفتوحه، البلاط هيقع كله، خلاص. فاحنا بنعمل ايه؟ بنمسكها كده ونروح رايحين عند الستاند. الستاند فيه من تحت مكان ما الانبوبه بتقف كده، في كاوتشات صغيره رابر كده، اوكي، هي رابر كاشن زي المخده كده. الرابر كاشن دي انا بعمل ايه بقى؟ بجيب الانبوبه بتاعتي واروح موقفه الاند بتاعتها، اللور اند بتاعتها، اللور اوبننج، بوقفها على الرابر دي واضغط. خلاص خلاص ضغطت وبقت فت وتاكدت انها مقفوله من تحت. هبتدي بقى ايه؟ اشيل صباعي من فوق واحشرها في الايه؟ في الستاند بتاعي من فوق، خلاص. طيب هي من فوق طبعا، انا بيبقى عندي سوسته كده او سكرو كاب، بشده واحط الانبوبه واروح ايه؟ سايباه يتكبس عليها. يبقى انا الاول بكبسها من تحت في الكاوتشه دي اللي هي الرابر كاشن، وبعدين بشيل صباعي واروح ايه؟ رافعه السكرو كاب وسايباه ينزل على الأنبوبة عشان إيه؟ تثبت في مكانها المظبوط. Confirm that there is no leakage of the blood، وده مهم طبعا، إن أنا أتأكد إن مفيش تسريب. الكاوتشة مش مقطوعة، الأنبوبة ما كانتش معوجة، محطوطة في حتة مش مظبوطة قوي على الكاشن. المهم إن أنا إيه؟ أتأكد إنها مش بتسرب. بعد كده leave the pipette for one hour، سيبها بقى في حالها كده، خلاص أنت كده كده دورك خلص بالنسبة للتحليل حتى الآن، تمام؟ سحبت العينة وخلطتها على السيتريت، شفطتها لحد علامة الزيرو في الويستر جراند تيوب، وقفت الويستر جراند تيوب بطريقة صحيحة من غير تسريب في الجهاز بتاعي، تمام؟ بعد كده ايه؟ هنسيبها بقى لمدة الساعة ونستنى ونروح نشوف الايه؟ الاي اس ار بتاعنا. بنقراه ازاي الاي اس ار؟ بنقراه عن طريق الديستنس بتوين التوب اوف ذا بلازما اند ذا توب اوف ذا ار بي سيز، تمام؟ يعني انا كنت شافطه البلاد لغايه الزيرو، والمفروض ما فيش تسريب، فالبلاد مش هيسحب، مش هينزل، مش هيتسرب. امال ايه اللي هيحصل؟ قلنا هيفصل، يعني الار بي سيز هتسيب بلازما فوق وتنزل. فانا هقيس طول عمود البلازما اللي متشال، اللي متساب فوق. هقيس طوله ازاي؟ ما فيهاش حسابات ولا تعقيدات، الزيرو اصلا فوق، فهتلاقيه نزل 5 مللي يبقى النتيجه 5 مللي، هتلاقيه نزل 7 مللي يبقى النتيجه 7 مللي، وهكذا، تمام؟ ده دياجرام ملخص البروسيدير كلها اللي احنا قلناها. ادي اول ستيب السيتريت اهو، وبعدين خلطت عليه البلاد بتاعي 2 ملي لتر بلاد، او العكس طبعا، هي الرسم اسود وابيض فمش باين، بس ازعم ان ده السيتريت لان ده كميته قليله، واللي بيتحط عليه ده المفروض انه البلاد لان ده اللي كميته اكبر، وكمان موجود في سرنجه فده معناه انه مسحوب، فايتس اوكي يعني مش مشكله. المهم ان انا في الاخر خلطت بلاد على سيتريت، عملت بلاد سيتريت ميكستشر. بعد كده هجيب الويستر جراند تيوب وسحبت اهو العينه بتاعتي، سحبت منها لغايه ما وصلت للزيرو لاين، وبعدين كبستها هنا في الكاشن اللي هي الرابر من تحت، وبعدين شلت صباعي وسبتها تتزنق فوق، تمام؟ وبعدين سبتها لمدة ساعة وجيت أبص عليها عشان أشوف نزل كام ميلي، اللي هما الكلير بلازما بقت كام ميلي. أدي من زيرو لحد 10، لا تحت 10 بشوية، طبعا تحت 10 يعني أكتر من 10، ما احنا متفقين الزيرو فوق، يبقى أنا كده 10 11 12، أوكي؟ ده نفس القصة برضو بس منظرها على الطبيعة. ده قبل السيدمنتيشن، العينة لسه مسحوبة، وبعد ما سبناها ساعة ده الايه؟ الكلير بلازما اللي اتسابت تحت. هقيس من الزيرو لحد خط الار بي سيز اهو كده تقريبا، اهو فوق العشرين بواحد. طب فوق العشرين بملي ده يعني اقل من عشرين بملي، يعني 19 ولا 21؟ طالما فوقها يبقى اقل منها، الزيرو فوق، تمام؟ فيبقى كده دول كده ايه؟ 19 ملي متر في الايه؟ في الاور. طب هي النورمال فاليوز كام؟ For males الـ normal values 6 ملي بعد أول ساعة، 8 ملي بعد الساعة الثانية.
الفيميلز 10 و16 تمام، الفيميلز اكبر من الميل في الاي اس ار، الفاليوز بتاعتها اكتر من الميل في الاي اس ار تمام. Factors that affect ESR، ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الـ ESR؟ عندي اتنين فاكتورز اساسيين، لان الـ ESR بتعتبر ميزان ما بين الاتنين دول. ايه هما الاتنين دول؟ الـ Erythrocyte to Plasma Ratio تمام، وتاني حاجة الـ Level of Proteins اللي بتشارك في عملية الـ Elimination of the Charge اللي هي الـ Fibrinogen والـ Immunoglobulin تمام. بالتالي ما دام هما دول فاكتورز المؤثرين، يبقى ازاي تعلى الاي اس ار وازاي توطى الاي اس ار، ايه الفاكتور اللي يخلي الاي اس ار يعلى وايه اللي يخلي الاي اس ار يقل؟ الاي اس ار ممكن تعلى لو حصل decreased في الاريثروسايت تو بلازما ريشيو. ازاي تقل الاريثروسايت تو بلازما ريشيو؟ يا اما الاريثروسايت هي اللي تقل يا اما البلازما هي اللي تزيد تمام، ده يعلي لي الاي اس ار. ليه بقى؟ لان لما بيحصل كده كميه الاي اس ار لما تبقى قليله بالنسبه للبلازما اللي هو الديكريز ريشيو زي ما احنا شايفين، ده بيخلي يبقى سهل الاليمينيشن اوف ذا تشارجز وسهل انها تعمل رولو، وده بيأكسلريت الاي اس ار. طيب تاني حاجه increased level of fibrinogen، لان ده بيقلل النيجاتيف تشارج اون ذا اريثروسايت. احنا زي ما قلنا الفايبرينوجين بيشارك في الاليمينيشن بتاع النيجاتيف تشارج، كل ما زاد الفايبرينوجين كل ما قلت النيجاتيف تشارج، وبالتالي هيقل الريبولشن التنافر، فهيقل فبالتالي هيبقى سهل انهم يعملوا رولو ويعملوا سيدمنتيشن. طيب التالت حاجه اللي هو انكريز اميونوجلوبولين خلاص. طيب على الناحيه الثانيه بقى العكس هيقلل لي الاي اس ار في نفس الفاكتورز. اريثروسايت بلازما ريشيو يحصل ايه علشان تقل الاي اس ار؟ تزيد الاريثروسايت بلازما ريشيو عشان تقل الاي اس ار تمام. تزيد ازاي الريشيو دي؟ ينزود الاريثروسايت ينقلل البلازما، في الحاله دي تطلع الاي اس ار ايه اعلى، سوري اوطى اقل من الطبيعي خلاص. تاني حاجه نقص الفايبرينوجين اللي بنسميه دي فايبرينوجينيشن اوكي، ده برضو هيقلل الاي اس ار، لان الحاجه اللي بتعادل النيجاتيف تشارج هتبقى قليله، وبالتالي الترسيب بطيء وقليل عن الطبيعي تمام. ملحوظه بقى مهمه هنا، ان الابنورمال او الايريجولار شيب اوف ار بي سيز بيقلل الاي اس ار خلاص. الامراض المصحوبه بابنورمال شيب او ايريجولار شيب اوف ار بي سيز هيبقى فيها خلل في الرولو فورميشن، وبالتالي هتبطئ الاي اس ار. طيب هنا بقى هنشوف ايه الكونديشنز المصحوبه بتغيرات في الاي اس ار نتيجه طبعا للعب في الفاكتورز اللي احنا قلنا عليها. فهنلاقي زياده الاي اس ار بتحصل في حاجات فيسيولوجيكال وحاجات باثولوجيكال، ونقص الاي اس ار بيحصل في مجموعه تغيرات باثولوجيكال تمام. زياده الاي اس ار فيسيولوجيكال بتحصل في حالات الفيميل during البريجننسي المنستريشن لاكتيشن، لان طبعا في البريجننسي بيزيد شويه الفايبرينوجين، في المنستريشن بيزيد الفايبرينوجين، وفي اللاكتيشن بيزيد الايه الجلوبولينز كويس. طيب وكمان افتر اكسرسايز، يبقى دول الكونديشنز الفيسيولوجيكال اللي بيحصل فيهم تغير في الفاكتورز. يبقى انا هنا غيرت مين؟ غيرت الفايبرينوجين وال جاما جلوبولين احدهما او كلاهما تمام. طيب بس السبب بتاعي ايه؟ فيسيولوجيكال، حمل ورضاعه ومنستريشن افتر اكسرسايز، دي حاجات مش مرضيه. طب نيجي بقى للحالات المرضيه اللي بيبقى فيها زياده الاي اس ار، هنلاقي في الانفكشن والانفلاميشن والمالجنسي والفراكتشر، كل دول بيحصل فيهم زياده في الجاما جلوبولينز او الفايبرينوجين برضه زيهم زي الحاجات الفيسيولوجيكال، بس هما المره دي ايه؟ باثولوجيكال. فلما يحصل كده زيادة الجاما جلوبولينز أو الفايبرينوجين يحصل إيه؟ يعادلوا التشارج بسرعة بتاعت الإيس بتاعت الـ RBCs، يعملوا نيوتراليزيشن سريع للـ RBCs، فيحصل إيه؟ increase في الـ ESR تمام؟ وفي كمان إيه في الباثولوجيكال كونديشنز؟ الأنيميا،
هنا بقى ما زادش لا جاما جلوبيلون ولا فايبرينوجين، لكن قلت الاريثروسايت تو بلازما ريشيو. واحنا قلنا ان الاريثروسايت تو بلازما ريشيو فاكتور من الفاكتورز اللي ايه بتاثر على الاي اس ار. طيب نشوف بقى الديكريس في الاي اس ار بيحصل مع ايه، يا اما لو بروتين فايبرينوجين او جاما جلوبيلين، يا اما في حالات البوليسايثيميا زياده الريشيو اللي احنا قلنا عليها، تمام، يا اما في abnormal shape of RBC زي في الاسفيروسايتوزس والسيكل سيل اني. تمام، النتيجة بقى اللي احنا قلناه ده كله، الكونديشنز الكتيرة اللي بتعلي الاي اس ار والكونديشنز الكتيرة اللي بتغير فيها وحاجات باثولوجيكال وحاجات فيسيولوجيكال، فنقدر نقول ان الاي اس ار از نوت دايجنوستيك، ما اقدرش اشخص بيها مرض. تمام، يعني لما يجيلي سؤال يقولي الاي اس ار بتستخدم في تشخيص which of the following، من غير ما اكمل ولا اقرا الاختيارات، ما بتستخدمش في تشخيص اي حاجة. but it's ايه بقى prognostic، يعني ايه prognostic؟ يعني تيست اقدر استخدمه في متابعة حالة العيان، لما الاقيه مثلا انا عملت مجموعة تستات شخصت بيها البيشنت بحاجة معينة، تمام، وكنت من ضمن التست اللي انا عاملاها اي اس ار، ما ساعدتنيش قوي في التشخيص بس عرفت لها رقم. ممكن بعد فتره لما احب اطمن على حاله العيان بتتحسن او ما بتتحسنش او بتسوء، ان انا اقيس الاي اس ار تاني. طب ايه اللي يخلي المتابعه تبقى بالاي اس ار مش بكل التحاليل؟ لاننا بنستخدم تحليل يكون رخيص وسهل، اقدر ان انا اقيس او اشوف بيه تطور المرض، خصوصا في الحاجات اللي بتبقى مثلا في بدايتها او في يعني وقت التشخيص كانت معليه الاي اس ار قوي، اقدر ان انا لما اتابع الاي اس ار حتى لو لسه عاليه بس ايه نزلت شويه، يبقى انا مطمنه ان انا ماشيه في سكه صح.